السلام عليكم مشاهدينا الأعزاء، وأهلا وسهلا فيكم بحلقاتنا المميزة اللي عم نقدم لكم إياها على آي تشانل خلال شهر رمضان المبارك. حلقاتنا مشاهدينا بتتضمن مثل ما قلنا وصفتين أو وصفة. اليوم عنا وصفتين طيبين كتير، رح نجيب دجاجة كاملة ونتبلها تتبيلة مكسيكية رائعة جدا، وأيضا رح نعمل فطيرة الدجاج مع الفضل والخضار طيب كتير، ورح نعمل عجينة مكرمشة ولذيذة ونفوتها على الفرن. تابعوا معي هذه الوصفات مشاهدينا. هلأ عندي مكونات مثل ما عم تشوفوا، هيدي المكونات مشاهدينا بتلاقوها بالتفصيل أسفل الفيديو بمقاديرها. هلأ بدي أطحن هيدي المكونات، بدي أطحنها طحنة خشنة ما بدي نعامة. مشاهدينا عندي بصل أخضر، بصل أحمر أو بصل عادي فيكم تستعملوا، عندي أيضا مشاهدينا توم، عندي كزبرة خضراء وورقة غار كمان بدي ضيفهم، فليفلة خضراء وأيضا فليفلة حمراء قطعهم شوي صغير لينطحنوا معي، ضيف الفليفلة، عندي عصير ليمون، زيت نباتي، معجون الطماطم يعطيني لون جميل ونكهة طيبة، بابريكا اللي هي الفليفلة المطحونة المجففة، كمون ناعم، فلفل أسود، ملح حر أحمر يابس. هلأ بدنا نطحنهم طحن خشن مثل ما قلنا. هلأ هون عندي دجاجة كاملة تقريبا بوزن كيلو ونص مشاهدينا. هلأ بدي جرحها ميلة الفخذ، ليه؟ لحتى تتشرب النقعة وتستوي عندي بشكل جيد. أعمل لها جرح بهذا الشكل، اثنين، كذلك الأمر هون. أما بالنسبة لميلة الصدر ما بجرحها مشان ما تقبع عندي الجلدة. في عندي هون عود خشبة بعمل بهذا الشكل، كمان بتسرع الاستواء وبتسرع أيضا التتبيل. بوضع هيدا الدجاج بصينية مشاهدينا، ضيف فوقه هيدي الخلطة اللي طحناها مثل ما شايفين كيف مبرغلة عندي، ما لازم اطحنها كتير، أنا حبيت اليوم ما اطحنها كتير، رائحة شهية جدا. هلأ بدي افرك هيدا الدجاج بشكل جيد، نفركه من الداخل ومن الخارج بجميع الجهات. هيدا الدجاج مشاهدينا نقعناه بهيدي النقعة، الأفضل انه انقعه ليلة كاملة، إذا مستعجل ساعتين على الأقل. هلأ بدي غطيه بالألمنيوم وادخله على الفرن، بيقعد عندي مشاهدينا أكيد من بعد النقعة رح أخبزه بالفرن، بيقعد عندي مشاهدينا من ساعة وربع لساعة ونص على حرارة متوسطة من الجهتين. بشيل الألمنيوم بآخر ربع ساعة بخليه يتحمر، وما أنسى سقيه من وقت لوقت بصلصته اللي بدها تنزل منه، المرق اللي بده ينزل منه بسقيه مشان يتشرب عندي ويطلع جوسي. وبنرجع لكم. غطي بالألمنيوم، بعمل فتحات بهيد الألمنيوم مشاهدينا عشان اسمح للبخار يطلع وما ينسلق عندي الدجاج. هلا مشاهدينا حطينا هيدا الدجاج بالفرن، بدنا ننتقل لنعمل حشوة الفطيرة وعجينة الفطيرة المكرمشة. خليكم معنا. عندي مقلاية على النار بدي اوضع فيها الزبدة، زيت الزيتون، عندي ثوم، بحرك الثوم، ضيف عندي دجاج مقطع بهذا الشكل كمان بدي اقليه، عندي فطر بدي اقطعه بهذا الشكل، برجع بقطعه بالنص كمان، ضيف الفطر قلبه معهم، رش الملح، فلفل ابيض، استمر بالتحريك لتقريبا يستوي عند الدجاج ثلاث ارباع استواء لانه رح يرجع يفوت على الفرن. شوفوا عندي هيدي الالوان الشهية والروائح الشهية.
اخيرا وليس اخرا عندي جزر مسلوق، عندي ذرة مثل ما شايفين كمان مسلوق. حركهم قليلا وبرفعهم على النار وبننتقل لتحضير العجين. هلا لتحضير العجينة عندي وعاء بدي اوضع بقلبه زبدة بحرارة الغرفة. مثل ما عم تشوفوا الزبدة عندي طرية، اوكي؟ هيدي الزبدة اول شيء بدي طريها بعد اكتر بايدي بهذا الشكل. اكيد في استعمل ماكينة. هلا ضيف عندي طحين بدي ضيفه، وعندي ايضا نشا ناعم، اوكي؟ خل ابيض اللي بحافظ على لون العجينة. بدعك هيدي المكونات اولا ببعضها لتمتزج جيدا. بعد العجن اولا بدي اقصر هلا هيدي العجينة مثل ما شايفين عجينة مفتتة. هلا عندي بيضة بحرارة الغرفة بدي اضيفها، وعندي مي ايضا، وباشر بالعجن لتماسك عندي. بعد العجن رح احصل على عجينة طرية مشاهدينا. هلا بدي غطيها واوضعها بالبراد نص ساعة بالالمنيوم اللاصق او اي نايلون. بدي غطيها وبدي اتركها مدة نص ساعة مثل ما قلنا بالبراد، لانه هيدي العجينة فيها زبدة كمية كبيرة فما بتساعدني ان اشتغل فيها الا تكون مسقعة. بتركها نص ساعة وفيها ايضا مشاهدينا احفظها بالفريزر لحين الاستعمال. هلا عندي العجينة بعد نص ساعة مشاهدينا مثل ما شايفين جمدت شوي. بدي برمها بعدها شوي صغيرة لتتمازج اثناء الرق مثل ما شايفين. رش شوية طحين وباشر برقة بهذا الشكل. هلا مشاهدينا من بعد ما رقيتها لبها هيك، عندي هون وعاء بفوت على الفرن بيتحمل حرارة. بدي اقلبها بقلبه، سهل جدا. شكلها الى الاسفل بهذا الشكل، اوكي. هلا بدي اعملها بهذا الشكل. صار عندي هون مشاهدينا مثل وعاء تاني من العجين، اوكي؟ مشاهدينا الاعزاء ملاحظة، هلا انا هيدي قبل ما احطها بالفرن في اخبزها بهذا الشكل. بخرمها بالشوكة من هون وبدخلها على الفرن لمدة 10 دقائق لتنشف عندي، برجع بحط الحشوة وبخبزها بالفرن 25 دقيقة تقريبا نص ساعة ماكسيموم، بكون على حرارة 170 نحن خبز، بكون استوت عندي، هيدي اسرع. اما اذا بدي احشيها مباشرة هي وهيك فيي، وهيدا اللي حاعمله انا هلا، رح نحشيها مباشرة، بتاخد من 40 ل 45 دقيقة على 170 درجة. بس مشاهدينا ما بدي اول حرارة، 170 يعني حرارة متوسطة. هلا في شغلة بدي اقول لكم اياها، انه هيدي العجينة محطوطة بهيدا القالب، اذا تغير القالب وكان ارفع القالب اكيد وقت الخبز بيكون اسهل. يعني بدكم تنتبهوا للحرارة حسب القالب، صينية فخار او شيء حسب بتاخد حرارة مختلفة، يعني بتاخد خبز مختلف. هلا رح نحشيها وندخلها على الفرن. عندنا جبنة الموتزاريلا، حط شوي بالكعب هيك لاعطيها رطوبة. حط هيدي الحشوة اللي عملناها اكيد من بعد ما تبرد. هلا في ناس بتحط كريمة اثناء طبخ هيدا الدجاج فيكن، ولكن انا حبيت اعملها هيك خفيفة. كمان بحط شوية جبنة بخليها تتداخل بين هيدي الحشوة بهيدا الشكل. برجع بضيف باقي الحشوة. واخيرا بسكرها بالجبنة مثل ما عم تشوفوا عندي. بوزع هيدي الجبنة بهذا الشكل. هلا طبعا
بدنا نغطيها كمان. شيل شوية عجين بعملها بشكل دائرة. بدي اعمل هيدا الغطا مثل ما شايفين. بسكرها على سوا العجين اللي عملتها من الداخل بهيدا الشكل. عندي هون مشاهدينا بيض، صفار بيض، حطيت معه شوية حليب مشان الرائحة. فيكم تحطوا بيض كامل بس بدي احط بيض لهيدي العجينة لانه اخد لون احمرار جميل جدا. اوكي، هلا بسكينة بدي اعطيها هيدا الشكل مشاهدينا. فيكم تستعملوا عجينة الميلفاي بدلا من هاي العجينة، بس حبيت اعملكم اياها العجينة لانه سهلة وناجحة. عندي نفس العجينة عملتها هيك بشكل عرق مثل ما عم تشوفوا، بدي احطه، حط ايضا عرق تاني، بدهنهم بالبيض كمان ليحمروا عندي، وبعملهم هيدا الشكل مثل ما عم تشوفوا هيك. مشاهدينا الاعزاء، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بهيدي الحلقه لليوم. قدمنا لكم الدجاج المكسيكي بتتبيله رائعه، وايضا قدمنا لكم هيدي الفطيره بالدجاج والجبنه. ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. تابعونا وانتظرونا بحلقه مقبله، والى اللقاء.